الوزراء بقى اعلن في نهايه هذا المؤتمر التوصيات وخارطه الطريق. خلينا نسمع ما قال. اولا، تبني اليه تواصل مستمره ما بين الحكومه وكافه الفئات الاخرى للتعرف على اهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفه للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجله لها بطريقه غير تقليديه. ثانيا، في ضوء ما يعني طلبوا كل المشاركين، سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وفي نفس الوقت ترويج للاستثمار في مصر، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية ونعرض من خلال هذا المؤتمر فرص الاستثمار المختلفة لهذه الشركات، ولكن أيضا يكون هذا المؤتمر فرصة لنا جميعا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خريطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين. ونستهدف إن شاء الله أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن يبقى في النصف الأول من عام 2023 إن شاء الله. ثالثا، تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدا لاعتماد فخامة السيد الرئيس لها. رابعا، تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز منها، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل، على ألا تتجاوز المدة لرد هذه الضريبة أو الجزء من الضريبة 45 يوم من تقديم الإقرار الضريبي. فده معناه ببساطة شديدة أن احنا كدولة هنبقى ملتزمين في أقل من شهر ونص برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات اللي احنا هنكون شايفينها لها أهمية استراتيجية واللي هتخرج بقرارات من مجلس الوزراء. خامسا، في ضوء تكلفات فخامة الرئيس للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء يعني ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى، فإن مجلس الوزراء إن شاء الله في خلال الفترة القليلة القادمة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم إن شاء الله. إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث إن احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها كل رجال الصناعة في هذا الشأن. سابعا، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للعشر سنين القادمين. يعني الحقيقة يعني كلها توصيات مهمة جدا، هناخدها توصية وتوصية، ولكن أبدأ بالاستماع للأستاذ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. أستاذ شريف، مساء الخير. يعني كيف استمعت لهذه التوصيات وتعليقك عموما على مجمل المؤتمر؟ مساء الخير استاذه لميس، ازي حضرتك؟ اهلا بك. طبعا اللي قاله دلوقتي رئيس الوزراء ده بيلخص كل طلبات المصنعين يمكن اللي تم مطالبتها في خلال العشر سنين اللي فاتوا. والمؤتمر ده انا في رايي هو اتاخر يعني حوالي خمس ست سنين. هو بدايه او رساله دلوقتي لكل المصنعين وكل المستثمرين انه الدوله بتغير من مسارها. احنا الفترة اللي فاتت كنا بنعمل البنية التحتية عشان تبقى الدولة جاهزة للصناعة والتصدير، ما ينفعش ان احنا ندخل مرة واحدة كده عايزين نصنع وعايزين نصدر ونضاعف صادراتنا ويكون البنية التحتية مش جاهزة. الفترة اللي فاتت كانت اعداد البنية التحتية. المؤتمر ده بيوري او يعني بيشهد ان الحكومة خلاص هتبقى الفترة اللي جاية تركيز على الصناعة والتركيز بالذات على الصناعات المصدرة. فمن النقط كلها اللي قالها رئيس الوزراء دلوقتي كلها فعلا بتصب في مصلحة واحدة، ان هو الفتره الجايه فتره صناعه. طيب صناعه هنبتديها منين؟ هنبتديها من الصناعات المغذيه او صناعه المكونات او صناعه الخامات اللي احنا بنسميها تعميق التصنيع المحلي. احنا عندنا مشكله دلوقتي انه اغلب الصناعات بتستورد تقريبا من 50 ل 60% من مكوناتها ومن خاماتها من الخارج، يعني معناها ان احنا كل دولار بنصدره لبره بنرجع تاني بعد ما بيجي لنا الدولار ده بنطلع منه 50 سنت بره او نص دولار. يعني انت مثلا كصناعات هندسيه، وانت واحد من اهم الصناعات المستهدفه الحقيقه بالدعم الفتره القادمه كصناعات هندسيه. مظبوط. حضرتك مثلا او بتكلم عن الصناعه، بتستورد قد ايه من مكوناتك؟ من 50 ل 60% سواء مكونات او خامات
اوليه. بيتم استيراد 50 ل 60%. ليه بقى؟ لانه اغلب الحاجات دي يا اما مش موجوده محلي، يا اما موجوده صناعه محليه بس سعرها مكلف اكتر من بره. احنا اللي لازم نبص عليه دلوقتي اللي مسمينه تعميق التصنيع المحلي، ده هيوفر المكونات دي في مصر، وهيوفر بقى ثمن الشحن من الخارج، وثمن فتره التخزين، وثمن التخليص، وثمن الجمرك، ويخلي المنتج النهائي اللي احنا عايزين نصدره سعر منافس عالميا اكتر من سعره دلوقتي. بس التعميق هنا بيبقى له دراسه مختلفه، يعني ان ازاي ان انا في حاجات اقدر اصنعها بس ما يبقاش بقى استيرادها ارخص. ما انا اقول لحضرتك حاجه بقى، طبعا فعشان كده احنا سميناها تعميق التصنيع المحلي الاستراتيجي، اضفنا كلمه استراتيجي. ايوه احنا مش عايزين نعمق ولا نصنع اي حاجه، احنا عايزين نشوف السوق ناقصه ايه، الخامه اللي فعلا في عليها طلب كبير ولا يوجد ليها بديل محلي، وان احنا نصنعها في مصر. وعشان نصنعها في مصر قدامنا طريقتين مفيش غيرهم، يا اما ان احنا نشجع بعض المصنعين المحليين ان هم يعملوا دراسات جدوى ويبتدوا المشاريع دي في مصر، يا اما وده اللي انا شايفه دايما افضل، جذب الاستثمارات الخارجيه. بس هجذبه ازاي بقى؟ انا هجذبه بالحاجه اللي انا عايزها، يعني مش جذب استثمارات عشوائي، انا مش هجيب اي حاجه. انا عندي مثلا هذه الحاجه كمثال، خامه الستانلس ستيل بيتم استعمالها يعني ملايين من الاطنان، يمكن او الاف الاطنان بتستخدم في مصر، مفيش مصنع واحد في مصر بينتج خامه الستانلس ستيل. طب الخامه دي انا عايزها تنتج في مصر، اطلع اجيب واحد من الشركات الكبيره بقى سواء في الصين او في اوروبا او في اي منطقه من العالم، انا اللي عايز اجيبه، اديله حزمه تشجيعيه عشان يجي يفتح في مصر، هيوفر لي اول حاجه طبعا هيزود عدد العماله اللي هتشتغل في المنطقه، هيقدر كمان المصنع ده يصدر، وفي نفس الوقت هيقلل الاستيراد او هيخفض الاستيراد بتاع المكون ده من الخارج. فكميه فوائد فقط ان انا اكتسبت مستثمر واحد يجي يعمل لي منتج واحد في مصر من اللي انا بستورده من الخارج. بتصدروا قد ايه يا باشمهندس شريف؟ حوالي يعني السنه دي ان شاء الله حوالي 3.5 مليار دولار لاربعه، يعني 3.5 لاربعه. طبعا خططنا كانت طموحه اكتر من كده، بس للاسف الظروف الخارجيه اللي حصلت ما بين حرب طبعا روسيا اوكرانيا ونتيجه المعتمدات المستنديه ونقص السيوله الدولاريه اثرت طبعا في الخطط الطموحه اللي احنا طبعًا كنا طبعًا. بس وزير الصناعه كان قال انه مؤخرا ان في 7 قطاعات هي المستهدفه بالدعم في الفتره القادمه، منها طبعا صناعات الهندسيه. انتوا صناعه مهمه جدا، صناعات الهندسيه باشمهندس عشان نشرح للناس اللي هي ايه، اللي هي الثلاجه والغساله والادوات المنزليه وكده، مظبوط؟ طبعا. ومنها صناعه السيارات، صناعه السيارات دي صناعه السيارات الكابلات. طبعا الكابلات هي صناعه متنوعه وفيها حجم كبير من تنوع المنتجات. والميزه الكبيره بتاعتها انها كثيفه العماله، كل الصناعات الهندسيه كثيفه العماله، عشان كده بتخرج بره اوروبا، بتخرج بره الدول اللي هي متقدمه وفيها الايدي العامله خاليه، وبتبتدي تيجي للدول اللي فيها وفره ايدي عامله، خلينا نقول فيها عندها مهاره وفي نفس الوقت تكلفتها منخفضه. فده بالنسبه لنا الفرصه الذهبيه دلوقتي ان احنا فعلا نعمق الصناعات الهندسيه دي في مصر. باشمهندس، يعني لو الغاء العمل بالاعتمادات المستنديه خلال شهرين، اكيد حضرتك فاهم ان ده له علاقه باعاده تسعير الدولار، توفر العمله الصعبه، كل هذه التفاصيل. هل شهرين ده تعتبره في شغلتك كتير ولا معقول ولا ايه؟ للاسف اعتبره كتير، لان اقول لحضرتك حاجه، دي مش اول ما هنوفر الدولار معناها ان هيكون عندي المكون المستورد. انا في دوره بعد ما هيوفر لي الدولار، وهي الدوره بقى بتاعت الانتاج المنتج ده سواء في الصين او في اي دوله، هياخد شهر تقريبا انتاج، هياخد شهر بحر، وهياخد شهر تخليص المنتج هنا في مصر. فمعناها ان انا بعد توفر الدولار انا محتاج من 3 ل 4 شهور انه المنتج او المكون الاساسي ده يكون موجود عندي في مصر. لكن اقول لحضرتك حاجه، لو هو خلاص احنا حطينا بقى حته الجزء الشفافيه، لو قال لي انه بعد شهرين المشكله هتتحل بالكامل، هقدر اظبط حياتي واقدر اظبط مصنعي واظبط انتاجي على ان انا البضاعه هتوصل لي مثلا او مكونات هتوصل لي في فتره من 5 ل 6 شهور. ودي اهم حاجه، الشفافيه، انك تبقى عارف، انك تبقى عندك بلان وخطه وعارف. طيب بالظبط، لازم اسالك على الحياد التنافسي، لان دي قضيه مهمه جدا، وهي دي المشكله اللي دايما بين القطاع الخاص وبين الحكومه او اي شركات، كل الشركات التابعه للدوله بكل هيئتها، دايما يقول لك الدوله ما بتدفعش كهرباء، الدوله ما بتدفعش ضرائب، الدوله ما بتدفعش ثمن الارض. الان باستراتيجيه للحياد التنافسي، قد ايه ممكن، يعني ان شاء الله الاستراتيجيه دي لسه هتطلع، ولكن قد ايه ممكن تشجعك كمستثمر على الدخول والتوسع في الصناعه في مصر؟ حضرتك ده السبب، خير سبب خطير جدا وسبب كبير جدا، انه كثير من المستثمرين الخارجيين ما بيجوش عايزين يجوا مصر لعدم قدرتهم على التنافس مع القطاع العام او قطاعات الدوله. طبعا قطاعات الدوله عندها مميزات كثيره جدا عن القطاع الخاص، مش هيقدر القطاع الخاص انه ينافس معاهم. ومع ذلك بقى، مع ذلك طبعا هم برضه في الخطه اللي هتتعمل الفتره الجايه، هم يعني الدوله بتقول حاجه كويسه قوي، عدم مزاحمه القطاع الخاص، يعني معناها ان القطاع الخاص
موجود في هذه الصناعه، فانا هدخل ازحمه. ليه ازحمه؟ ملهاش ما اسيبه اسيبه يا عم يدخل في الصناعه دي. حاجه بقى اقول لحضرتك حاجه، طب احنا كنا بنتكلم دلوقتي على صناعه المكونات والخامات، في كثير من الخامات ما ينفعش القطاع الخاص يقوم بيها لوحده، لان هي بيسموها الميجا بروجكتس او المشاريع اللي هي ليها يعني مساهمتها عاليه جدا او استثمارها عالي جدا. الحكومه مطلوب منها تدخل في الصناعات دي اللي ملهاش بديل محلي، يعني مفيش ولا مصنع بيتجه محليا وهتفيد صناعات ثانيه قائمه، زي مثلا زي المثال اللي انا مسكته الستانلس ستيل، ممكن القطاع الخاص ما يقدرش يقوم بيه لوحده. نعم. لكن هنا الدوله ممكن تتدخل ودعم خامه الستانلس ستيل، هنا بقى ما بقتش بتزاحم القطاع الخاص، لانه ما فيش اصلا توازن للقطاع الخاص في الحته دي، لكن ما تخش انت الثلاجه مثلا، عندي فوق ال 12 مصنع بيصنعوا ثلاجات في مصر، ازحمه ليه؟ صح. ايه الفايده اللي هيعود بيها على الاقتصاد الوطني؟ أنا بشكرك مهندس شريف الصياد رئيس مجلس التصدير للصناعات الهندسية.